حوارات شيقة وساخنة تتابعونها في حديث الوطن. وضيف حلقة اليوم المؤرخ والرياضي عبد الله سالم الرميثي. أنا أقول اللي ماله قديم ماجد، اللي ماله ماضي ماله حاضر. لازم تربط الماضي بالحاضر. أنا ماضي وهم حاضر، ولو أني أنا حاضر بسيط لكن هم حاضر الأكثر والمستقبل، فلازم أنت تخاويهم ولازم تعطيهم حريتهم. نعم، هم بالنسبة لي أولادي وبالنسبة لي إخواني. أنا خدمت النادي وخدمت بلدي وخدمت الناس، بس ضحيت يعني في أشياء، لكن ضحيت بحاجات كثيرة أسردك اليوم مثلا. كانت أولى بأني أنا أستفيد منها لنفسي. أنت تصدق اليوم أنا اليوم أنا أدخل مباريات الوصل، أقطع تذكرة من الكشك التذاكر. حديث الوطن في الأوقات التالية. هذا البرنامج برعاية مركز المزماه للدراسات والبحوث.